تقول إحدى الأمهات أنه عندما كان ابنها في الصف الثاني الابتدائي راجع يوما من المدرسة وقد ضاع قلمه، فقالت له: بماذا كتبت؟ رد الابن: استعرت قلما من زميلي. فقالت له: تصرف جيد، ولكن ماذا كسب زميلك عندما أعطاك قلما تكتب فيه؟ هل أخذ منك طعاما أو مالا؟ رد الابن: كلا، لم يفعل. فقالت الأم: إذن لقد ربح الكثير من الحسنات يا بني، لماذا لا تكون أذكى منه وتكسب الحسنات أنت أيضا؟ رد الابن: وكيف ذلك يا أمي؟ فقالت: سنشتري لك قلمين، واحدا لتكتب به والآخر نسميه قلم الحسنات، وهذا لأنك ستعطيه لمن نسي قلمه أو ضاع منه، وتأخذه بعدما تنتهي الحصص الدراسية. تقول الأم بعد ذلك: فرح ابني كثيرا وازدادت سعادته بعدما طبق الفكرة عمليا، لدرجة أنه أصبح يحمل في حقيبته قلم واحد له وستة أقلام للحسنات. والعجيب في الأمر أن ابني كان يكره المدرسة والدوام، وكان مستواه الدراسي ضعيفا، ولكن بعد أن طبق هذه الفكرة أصبح يحب المدرسة والدوام لأنه صار نجم صفه في أقلام الحسنات. فكل تلميذ ينسى قلمه، أو كل مدرس يكتشف بأن أحد التلاميذ لا يمتلك قلما، يقول: أين فلان صاحب الحسنات والأقلام الاحتياطية؟ ونتيجة لحب ابني للمدرسة بدأ مستواه الدراسي في التحسن، والعجيب أنه تخرج من الجامعة وتزوج وأصبح عنده أولاد ولم ينسى قلم الحسنات، حيث أصبح المسؤول عن أكبر جمعية خيرية في المدينة، وما زالت قصة قلم الحسنات تتكرر إلى هذا اليوم. لنحذر في تربية أبنائنا ولنعاملهم بالرحمة واللين، ولنحول المواقف السلبية إلى مواقف تربوية ثمينة.